بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 15 حول اللاكتو باسيلاي. في هذه المحاضرة إن شاء الله حنعرف المورفولوجي والكالتشر والبنفيت من اللاكتو باسيلاي والديزيز اللي ممكن تعملها ونعمل إيفالويشن أو هارفستينج كويشنز. نذكر بالسكيب اللي ماشيين عليه اللي هو الباسيلس. احنا قلنا حنعمل جرام ستيرنج حيعطينا بوزيتيف وحتعطينا نيجاتيف وحتعطينا باسيلاي عصا نوت ستين. احنا الان كونسرن على الجرام بوزيتيف باسيلاي. الجرام بوزيتيف باسيلاي نقسمها نون سبور فورمينج وسبور فورمينج. النون سبور فورمينج حنقسمها ايروبيك والان ايروبيك. الايروبيك معنا زي ما قلنا الكوانيبكتيريوم ديفتيريا والليستيريا، والان ايروبيك اللي معنا لاكتو باسيلاي اللي احنا بصددها اليوم. بعد ما نخلصها حننتقل الى جرام بوزيتيف باسيلاي اللي هي سبور فورمينج ومعنا تو جينوس اللي هم الموست امبورتنت، الايروبيك والانيروبيك. الايروبيك فيه الباسيلس والانيروبيك فيه الكولستريديوم. بعد ما نخلص طبعا حنواصل في النوكستين باسيلاي وحنتكلم على حنستخدم زيلنسين ستين اللي بتسبق المايكوباكتيريوم توبركلوزس وحنتكلم على ديزيز التي بي. اللاكتوباسيلاي مورفولوجي اند كالتشر. اللاكتوباسيلاي بالتاكيد هي جرام بوزيتيف باسيلاي نون كابسوليتد نون موتايل نون سبور فورمينج. اللاكتوباسيلاي دي الوظيفه الاساسيه مع الميني سبيشيز اللي لها، الوظيفه الاساسيه هي كونفيرت اللاكتوز اند اذر شوجر تو لاكتيك اسيد. دي الوظيفه الاساسيه بالنسبه لللاكتوباسيلاي. في مصطلحين مهمين في اللاكتوباسيلاي اللي هو الاسيدوجينيك والاسيدوفيليك. اسيدوجينيك ما معناها انه برودكشن اوف اسيد. الاسيدويوريك ما معناها انها تتحمل وتعيش في هذا الاسيد اللي طلعته. فهذا مصطلح اللي هو اسيدوجينيك ومصطلح اسيدويوريك. الكالشر حقها بالتاكيد هي انيروب بلاد اجار 37 ديجري سنتيجريد فور 24 اورز. احنا بالنسبه لنا اللاكتوباسيلاي نعتبرها فائده بالنسبه لنا، فلها بنفيت بالنسبه لنا. حنستعرض هذه البنفيت. اول امر انه الاميون فاجينا. انتوا تعرفوا اللاكتوباسيلاي موجوده في الفاجينا، فبالتالي على طول بتعمل فرمنتيشن لسكر الجلايكوجين. فبالتالي وانس انه حصل بيحصل فرمنتيشن على طول، فكميه الاسيد على طول مرتفعه وبالتالي البي اتش واطيه. فمن هنا ما فيش اي اورجانيزم حيصيب الفاجينا خالص لانه الاسيد عاليه جدا. وبالتالي بيجي نقول هنا ان الاميون فاجينا. ليش الاميون فاجينا؟ لوجود اللاكتوباسيلاي. الفائده الثانيه حاجه مهمه جدا اللي هي البروبايوتكس. البروبايوتكس ما هي؟ ما معنى بروبايوتكس؟ البرو معناها فور والبايوسيس معناها لايف، وهي عبارة عن لايف اورجانيزم اور مايكرو اورجانيزم لها بنفيت للهوست. اذا البروبايوتكس عبارة عن لايف مايكرو اورجانيزم لها بنفيت على الهوست. والان بدأوا يصنعوا البروبايوتكس دي، في دخلت في كثير من الصناعات، في الشوكولاتة دخلت، في مثلا حتى جابوها على هيئة ادوية الان، وفي كثير من الاغذية دخلوا بروبايوتكس لان لها فائدة كبيرة. الفائدة او اليوزس اوف البروبايوتكس كالاتي. اول امر بتعمل prevention of diarrhea، سواء كانت هذه الدياريا ناتجه عن الانتيبايوتيك اسوشيتد دياريا او الانفنتايل دياريا او الترافلرز دياريا. فدي اول امر، فكل ما كانت البروبايوتكس موجوده حتعمل prevent للدياريا. الامر الثاني انه بيستخدموها الان حتى للكانسر ثيرابي، للكولون كانسر بيستخدموا البروبايوتكس من قبل عشان يمنعوا كمان الكولون كانسر. طيب كيف بيحصل ميكانيزم البروبايوتكس دي انها بتعمل الاكشن حقها؟ بتعمل كالاتي، انها بتعمل انهبيشن للباثوجينيك بكتيريا من خلال الميكانيزم التالي. اول امر بتعمل ديكريز لليومن بي اتش، واحنا اتفقنا انه كلما زاد البي اتش اللي بتعمل فرمنتيشن للشوجرز كلما قل، كلما زاد الاسيد كلما قلت طبعا بالتاكيد البي اتش، فهذا بيؤدي لها دور بنفيت. الدور الثاني انها كمان بتعمل انهبيشن زي ما قلنا للباثوجينيك بكتيريا من خلال بتعمل سكريشن لبكتيري سايد البروتين. فهذه امامك اللاكتوباسيلاي حتطلع سكريشن لبكتيريوسين. البكتيريوسين بيروح يعمل كيلينج لاي باثوجينيك اورجانيزم. الصفه الثالثه المهمه كمان كميكانيزم انها بتعمل انهبيشن للباثوجينيك بكتيريا انها بتعمل كومبيتيشن للكولونايزيشن. فهذه زي ما قد امامكم خلايانا مستعمره اساسا باللاكتوباسيلاي زي ما انتم شايفين، باللاكتوباسيلاي مستعمره. فبالتالي لما يجي الباثوجينيك اورجانيزم، اهو جاء الباثوجينيك اورجانيزم، ما فيش موطئ قدم لانه اللاكتوباسيلاي مستعمره في الخلايا، فبالتالي بتؤدي الى انهبيشن للباثوجينيك بكتيريا.
طيب الديزيز اللي بتعملها، بتعمل ديزيز، هي الديزيز اللي بتعمله بالنسبه لنا هو دينتال كاريس، لانها موجوده كمان في الاورال كافيتي، فبتعمل فرمنتيشن للشوجر فيتكون زي ما قلنا كميه اسيد، الاسيد دي بتكسر طبقه الانامل ويحصل الدينتال كاريس. وبالتالي دي سهل مقدور عليها انه الاستخدام المتواصل فرشه الاسنان مع المعجون بتؤدي الى ان احنا ممكن نتجنب الدينتال كاريس. طيب تعالوا نشوف الايفالويشن كويشنز اور هارفستنج كويشنز. السؤال الاول give reason adult vagina is immune. بالتأكيد لأنها بتعمل فرمنتيشن للجلايكوجين وبالتالي بتطلع أسيد، ولما يطلع كمية أسيد كبيرة البي اتش حتقل وبالتالي الوسط غير ملائم لنمو البكتيريا، وبالتالي نقدر نقول إنها الفاجينا إز إميون. كنت معكم فيما مضى من الوقت في موضوع قصير وبسيط وسهل جدا اللي هو لاكتوباسيلاي، تكلمنا عليه بسرعة عن مورفولوجي والكلتشر، شفنا البينيفيتس لللاكتوباسيلاي، تكلمنا على ديزيز اللي هو الدنتال كيرس، وعملنا سؤال كجيف ريزون. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.